طيب يعني القصة كلها وسائل منع حمل يعني. يعني القصة كلها. لكن يعني أنا معاك يعني لحد دلوقتي يا جماعة إحنا مشكلتنا الإزالة السكانية. معاك إزالة السكانية؟ معاك إزالة السكانية؟ معاك إزالة السكانية. إحنا مشكلتنا الإزالة السكانية. إنما مدام غادة معلش يعني بعد ما عملتي، أنت عملتي الكحك ولا لسه؟ لسه. طب دقتي القطايف بتاع سلفتك؟ سلفتك بتعمل شوية كحك قطايف؟ يمكن انا بهزر بس دي يبدو ان السياسه بتاع البلد سلايف وخلايف والحاجات دي. والله شوف بقى غدا بتقول ايه. غدا ولي سنتصدى لسباق السلايف وضغط الحموات للانجاب، والحكومه ستستخدم التوك توك يا نهار اسود للتوعيه بخطوره زياده السكان لانها اكبر واهم قضيه بتواجهنا حاليا. سلايف، حموات، توك توك، هي وصلت لكده؟ يعني التوك شو دلوقتي هتلاقي يقول لك وحماتك قالت لك خلفي؟ ضغطت عليكي حماتك ها؟ وبعدين سلايف، ده انا ما اعرفش سلايف دي يعني ايه؟ يعني هي يعني قاعده وزيره بتتكلم على السلايف والحماوات والتوك توك، بتحل مشكله الزياده السكانيه بالسلايف. وانا نفسي والله هتقنعوا الناس كده يعني لما تتكلموا على السلايف والحموات والتوك توك.